السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. النهاردة هنبدأ حلقتنا بكلمة جميلة قوي بيقول فيها: إن لم ترفعك أخلاقك فلن يرفعك منصبك، إن لم تزينك أفعالك فلن تزينك ملابسك. هكذا هي الدنيا، دين وخلق ومبادئ، إن فقدتها فقدت الاحترام، وإذا فقدت الاحترام فأي شيء تكسبه دونه لا شيء. طبعا المنظور اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة مش منظور ان انا دلوقتي مهما علت بيا الرتب انا خلاص، مهما بقى اللبس الجميل انا خلاص، لا. لو اتزينت بالاخلاق، لو اتزينت بالافعال الجميلة، احلى ما يتسم به الانسان اخلاقه افعاله. اخلاقك دايما بتطلع في افعالك، هي اللي بتعليك. انما الامم الاخلاق ما بقيت، فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. فاصل اعلاني ونرجع لكم تاني، ابقوا معنا. رجعنا تاني بعد الفاصل، اهلا بكم اعزائي المشاهدين. معنا حلقه النهارده متميزه، معنا حلقه النهارده ضيفها طموح. الحلقه بتاعتنا النهارده كنا قبل كده التقينا مع الاستاذ حماد محمد، وكان الحلقه بتاعته عن كيفيه التداوي بالاعشاب واهميه الاعشاب في الدواء. بناء عن طلبات اسئله كتيره من الساده المشاهدين، قررنا النهارده ان احنا نلتقي تاني مع الأستاذ حماد محمد، خبير بالأعشاب وخلطات الأعشاب وتركيباتها. أهلا بك يا أستاذ حماد. أهلا بحضرتك، منورنا النهاردة في برنامج إيه الحكاية. الله يكرمك. بداية حكايتنا النهاردة، الأستاذ حماد يمكن سألناك السؤال ده قبل كده بس هنسألك السؤال ده تاني. تمام. الأعشاب وخلطات الأعشاب وتركيبات الأعشاب والتداوي بالأعشاب، أنت واخده مهنة ولا شغال كده عن حب؟ هي طبعا انا حبيبها جدا الاعشاب، زي ما قلت حضرتك قبل كده انا حبيبها جدا جدا لانها طبيعيه، وانا احب الحاجه الطبيعيه جدا لان الحاجه الطبيعيه طبعا ما بتضرش، والحمد لله يعني التداوي بيها موجود حتى في دول بره بيهتموا بالحاجات دي طبعا، وعندنا في مصر برضو يعني التداوي بالاعشاب حاجه ممتازه جدا. انت حبيبها بقى يعني حبيبها جنب جداً. ان هي مثلا انت بتعمل تركيبات وبتبيعها، انت طبعا حابب ال طبعا يعني مثلا حاجه تانية غير كده. مثلا بالنسبه للاعشاب يعني مثلا زي عشبه الزنجبيل، يعني الزنجبيل ده مضاد حيوي قوي جدا، يعني مضاد حيوي قوي جدا جدا، حتى لو حد مش تعبان من حاجه واخذ الزنجبيل بيزود المناعه ما بيضرش يعني. بس متهيألي لو كتر منه يضر، انما مثلا طبعا 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 كل حاجه وليها اصول يعني. ما بتضرش في الحته اللي زي كده. طيب في اسئله كتير جات لنا بعد الحلقه الاولانيه اللي احنا عملناها مع حضرتك. تمام. جات كتير قوي عن الخلطه الجميله اللي انت كنت عاملها، اللي هي الخاصه بالشعر وفروه الشعر والكلام اللي زي كده. طيب عايزين نبدا سؤالنا بقى عشان الجماهير اللي هي بعتت وتسال على المنتج ده، نقول لها بقى المنتج ده متكون من ايه؟ والله هو المنتج ده الحمد لله بفضل الله جايب نتائج جدا جميله جدا مع الناس. اولا هو عباره عن زيت جوز هند خام، يعني هو اعشاب فقط. يعني زيت جوز هند خام طبيعي وعليه الاعشاب، اعشاب بس، مش زيوت ولا هو زيت بس واحد وعليه اعشاب. فهو حبينا نتكلم مثلا ونقول الاعشاب دي ايه، ينفع نقولها؟ ينفع ان شاء الله. هو يعني هي اكتر من 12 عشبه، احنا نذكر منها بس حاجات يعني برضو منها، يعني زي حبه البركه، تمام، زي العرعر، زي الخزامة اللي هو اللافندر، تمام، زي ورق السدر، زي عشبه جميله جدا اسمها الشيكاكاي. دي عشبه هنديه. الشيكاكاي انا سمعت عنها، دي هنديه فعلا. عشبه هنديه ممتازه، الهنود بيستعملوها، جميله جدا للشعر. طيب هسالك سؤال. اتفضل. الاعشاب دي ممكن نقول فايده كل واحد منها ايه؟ تمام.
يعني مثلا هنبدا مثلا انت عديت دلوقتي شويه حاجات كتار، هناخد مثلا حبه البركه. انا سمعت عن حبه البركه دي مفيده لكل الجسم، تمام، ان انت بقى اختصتها للشعر، ايه فوائدها للشعر مثلا؟ لانها بتحفز نمو الشعر وبرضه بتاخر ظهور الشيب في الشعر، تمام، وبرضه بتحافظ على فروه الشعر، فروه الراس. اللي هي حبه البركه. حبه البركه جميله جدا. جميله جدا للشعر، وبتدي مناعه للجسم، حتى لو حد برضه بيستخدموها في الاكلات وكده. ليها مناعه جدا. بتعملها زي التوابل كده. تمام. مثلا العرعر. العرعر، تمام. العرعر ده يا استاذ علاء بيمنع ظهور الحب في فروه الراس، حب الشباب. طبعا. وبينقي فروه الراس من الشوائب ومن الحاجات اللي بتضر بفروه الراس، لان لو فروه الراس فيها حاجه مشكله او حاجه ما بيطول الشعر. طبعا الشعر ما بيطولش. طيب انت قلت لافندر. اللافندر. اللافندر ده طبعا بينشط. قلت اسم ليه تاني غير اللي هو الخزامه. هو ليه اسمين. اللافندر ده بينشط دوره دمويه في فروه الراس، فبالتالي بيساعد على نمو الشعر. نمو. تمام. وغير الريحه الجميله اللي هي ريحه عطريه جميله جدا يعني. طيب جميل قوي. ورق السدر. ورق السدر طبعا، ورق السدر بيقوي الشعر، تمام، وبيحمي برضه فروه الراس وبيرطب الشعر وبيساعد على تطويل الشعر. تقصيفه مثلا. تمام. والتقصف والهيشان بيساعد على الحاجات دي. العشبه الهنديه بقى اسمها ايه؟ العشبه الهنديه اسمها الشيكاكاي. شيكاكاي. العشبه دي جميله جدا في تطويل الشعر وتكثيف الشعر، تمام. والهنود في خلطاتهم في للشعر ما بيستغنوش عن العشبه دي. الشيكاكاي هي عباره عن شجره بتطلع الثمره بتاعتها وبيطحنوها، تمام، وبيستخدموها للتركيبات في الشعر يعني. ده كده يبقى الخلطه الجميله اللي انت جبتها دي مش وليده يوم يعني. لا الحمد لله، هي جامعه غير طبعا في يعني. هي الخلطه دي في اكتر من 12 عشبه فيها. فاحنا ذكرنا بس اللي هي الحاجات دي. العصر الاساسيه مثلا. تمام. تمام. والحمد لله رب العالمين جايب نتائج حلوه جدا مع الناس يعني. مثلا دلوقتي انت جربت قبل كده وبعد كده حطيت نسبه كده وهي بالنسب طبعا. لما طلعت الحمد لله بالخلطه الجميله. تمام الحمد لله. طيب يعني مثلا لما قلت مثلا الاعشاب دي وفوائدها، بحثت انت ورا الاعشاب دي وفائدته طبعاً عشان تستخدمه في المكان ده؟ طبعا. اهم حاجه البحث، والحاجه يكون عن علم، تمام. الحاجه ان لو على علم بتجيب نتائج وبتجيب ما فيش اضرار فيها، لكن ما ينفعش نحط يعني اعشاب على اعشاب. ما هو لو اعشاب مثلا من غير علم هتجيب اضرار. اكيد طبعا. عارف انت عليت دلوقتي الحكمه الجميله اللي بتقول الحاجه ام الاختراع. يعني انت حابب الاعشاب ودورت وراها وجبت فيها. الحمد لله. الحمد لله، وده توفيق من ربنا. المنتج الجميل ده يعني انت حتى الان ما ذكرتليش اي ماده حافظه ولا حاجه. لا 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 خالص. ولا الكلام ده. لا خالص. حتى التركيبه دي يا استاذ علاء بتتجمد في الشتاء. بتتجمد في الشتاء عشان زيت جوز هند طبيعي. يعني بتجمد في الشتاء، تمام. الحاجه اللي زيت جوز الهند الطبيعي بتلاقيه متجمد في الشتاء. عشان طبعا في الصيف هي سايله. في الشتاء طبعا بيتجمد. لان زيت جوز الهند الطبيعي معروف انه بيتجمد في الشتاء. طيب كده انت خدت الشعر بدايه من الفروه. تمام. المنتج ده اصلا عجباني جدا ان انت مثلا يعني تعمل منتج، معلش يعني في اللي هقوله انا مش اختصاصي مثلا، بس فضلت ورا حاجه وجبتها اكيد ونجحت فيها. هو ده بقى اللي انا بحبه. تمام. مثلا ان انا من طلب العلا سهر الليالي والكلام ده، وانت حابب حاجه ونجحت فيها. تمام. دي فعلا اللي تستحق يرفع لها القبعه. هو ما فيش احسن من كده طبعا. يعني ربنا يوفقك ان شاء الله ويبقى في حاجه. طيب في حاجه تاني غير منتج الشعر دوت؟ والله هو في تركيبه ممتازه، وانا انصح اي حد بيعاني من الروماتيزم. الروماتيزم والروماتيد. طبعا الناس كتير بتعاني من الحاجات دي، من ضعف الاعصاب طبعا والروماتيزم والحاجات دي، ناس كتير بتعاني منها. فانا يعني انصح اي حد اللي هي الخلطه اللي انا هقولها دي وبالجرامات كمان. خلطه انت عاملها؟ خلطه بجرامات. دواء دهان ولا شرب؟ ولا شرب؟ لا شرب. شرب. اعشاب برضه؟ اعشاب طبيعيه. ملهاش اي ما فيهاش اي اضرار. تمام. طب هنستأذنك بقى يعني نفيد الساده الجميل. لا نفيدهم ان شاء الله. الحاجه الجميله دي ان شاء الله. هو في زنجبيل جاف وزنجبيل اخضر وزنجبيل مطحون. احنا هنجيب الزنجبيل الجاف. تمام. جاف يعني جامد كده، 150 جرام. تمام. 150 جرام زنجبيل جاف، و120 جرام قرفه، اعواد القرفه مش قرفه مطحونه، العود نفسه نجيبه.
لان الحاجات دي طازه يعني حاجات مش اللي هي مطحونه، لان الحاجات دي احنا هنطحنها بنفسينا يعني. و100 جرام خولنجان. الخولنجان ده بيستخدموه في دول شرق اسيا طبعا في البهارات، وجميل جدا برضو للاعصاب. و100 جرام ينسون. تمام. و100 جرام شمر، الشمر اللي بتحط على المعجن. اه وطبعا الحاجات دي بنجيبها ونطحنها بايدينا طبعا، ونحطها في يا استاذ علاء طبعا بتتشرب على مدار اليوم. يعني مثلا نجيب كم مره طيب في اليوم؟ هي ممكن 5 مرات في اليوم. عادي يعني عادي 3 مرات 5 مرات براحتك. تمام. بنجيب طبعا بناخد معلقه من البودره دي ونحطها للمطحونه دي، ونحطها في كوبايه ونصب عليها ميه سخنه ونغطيها 10 دقائق. تمام. وتتشرب بعد الوجبه، بعد في اي وقت في اليوم بفضل الله، يعني في اقل من شهر هتلاقي في تحسن في الجسم، في الاعصاب. في الاعصاب والرمتايد. على فكره ده الناس كلها بتعاني، ده الناس تدعي لك. ربنا يبارك. الموضوع ده بقى حاجه العصر دلوقتي. لان الحاجات دي بالجرامات وان شاء الله مجربه، يعني ناس جربوها وبفضل الله جابت نتيجه حلوه معاهم. جابت نتيجه. مع انها الحمد لله بتقلل الرمتايد اللي في الجسم والروماتيزم، وبتجيب نتائج جميلة جدا مع الناس. السادة المشاهدين، الرقم بتاع الأستاذ حماد موجود على الشاشة دلوقتي، اللي عايز منه منتجاته يتواصل معاه. أنا شايف بصراحة النهاردة الحلقة اللي فاتت كانت جميلة، بس النهاردة أنا أحسبها ميلاد يعني إيه مداوب الأعشاب جميلة. ربنا يبارك لك. إن شاء الله بإذن الله هتوصل لأعلى المراتب بإذن الله عز وجل. طيب أنت عندك معمل بتعمل فيه الحاجات دي؟ والله هو مش بالمسمى يعني معمل، لا يعني هو يعني عندي في البيت، عندي في ركن كده، ركن حطوا للاعشاب، يعني حاجه مخصوص للاعشاب. وشغال فيه. هو المكان اللي انت بتحبه ان انت تقعد فيه، اللي هو المكان اللي انت بتتدرب طبعا فيه. طبعا. بس انت مسمي اللي هي الخلطه اللي هي بتاع الشعر دي الدره بتاعتك انت، او الحاجه اللي طبعا هي الاساس عندي. اصل بص، اصل انت لما تنجح في حاجه بتبقى جميل قوي بالنسبه لك. طبعا. النجاح ده جه على طول ولا في تعب بيه؟ لا والله في تعب في الاول. مفيش حاجه بتيجي من كده يعني. لازم الحاجه اللي تجرب وتعمل وتتعب فيها لغايه لما الحمد لله ربنا يوفقك فيها. بس لما بتيجي بعد التعب بتبقى جميله قوي. طبعا بتحس لها كده حاجه. بتحسها ان هي جميله قوي. طبعا حببتك ان انت تكمل. طبعا يعني الحمد لله برضو خلطة الروماتيزم دي بفضل الله ان شاء الله يعني جايبه نتيجه مع الناس، واللي هيجربها ان شاء الله هيدعي لنا، يعني حاجه كويسه جدا ان شاء الله كل الناس تدعي لك. الله يصلح. طيب طب المعده بقى؟ والله انا انصح برضو اللي بيعاني من المعده الزنجبيل، تمام، والنعناع والصبار والبابونج. البابونج كويس جدا، بيمنع الغازات في المعده وجميل جدا يعني. ده دي القلب اللي بيعاني من والقلب طبعا في الزعتر، في الريحان، تمام. في النعناع طبعا للقلب. الحاجات دي مفيده جدا للجسم كله يعني. طيب لو قلنا العظام. العظام زي ما احنا قلنا برضو يعني اللي احنا قلناه دي برضو بتفيد العظام، بتفيد الوجع اللي في العظام. طيب في ايه تاني عايزين نستفيد بيك وانت معانا كده يعني؟ قلنا العظام وقلنا القلب. هو عامة الاعشاب الاستاذ علاء سبحان الله يعني الحاجه الطبيعيه مفيش احسن منها. ما في حاجه اللي انا بسالك ليه على كده؟ يعني في ناس بتبقى مثلا حاجه طارئه عندهم زي كده، فاهمني؟ وممكن يكون عندهم الحاجات اللي هي هتفيدهم في حاجه زي كده بالنسبه، اصل كل بيت دلوقتي ما كانش بيستخدم الحاجات دي كتداوي، بيستخدمها كتوابل. اكيد صح كده، كله بيستخدم كتداوي. طب ما هي موجوده مثلا حاجه زي كده وملهاش اضرار يعني، ملهاش اعراض، ما فيش اعراض جانبيه وما فيش. وعشان برضو يعني ما نقول الكلام الجميل ده، الحاجات دي اللي كانوا ماشيين بيها الجدود زمان اكيد وكانت جايبه معاهم نتيجه جميله، وما شاء الله كان ما شاء الله كانت جميله قوي، صح وتمام وزي الفل. تمام. عايزين نرجع للكلام الجميل ده. يا ريت والله. وبصراحه يعني ان انت تبقى اللي هو اللي انا حابب ان انا التقي بيك على طول دايما فيه، ان انت تبقى في مجال وحبيته وانجزت فيه، هو ده الزبط بتاع الكلام. تمام. ان انت حبيت الاعشاب وانجزت فيها يعني. ناس كتير بتحب اعمال تانية. بس المهم ان هو ينجز فيها ويبقى ليه انجازات فيها. تمام. انا بحييك جدا على اصرارك ده، وان انت حابب المجال ده وشغال فيه، وان شاء الله باذن الله قريب جدا هيبقى فيه منتجات كتير غير بتاع الروماتايم وغير بتاع الشعر. بس على فكره سر اصرارنا ان حضرتك تبقى موجود معانا النهارده، الاسئله الكتير جدا اللي جت على بتاع الشعر. الناس كلها مهتمه جدا بتاع الشعر. لدرجه ان في ناس بتبعت رسائل على موقع البرنامج على الفيسبوك. طب انتوا دلوقتي ما قلتلناش نتواصل ازاي؟ ما قلتوا عشان كده انا وصيت الجماعه ان هم ربنا يبارك. لا والله هتفيد يعني هيجربها، هتفيده جدا في
هتفيده بالنسبة لل طبعا أي مشكلة في الشعر بفضل الله يعني بتحلها، يعني التقصف، هيشان، قشرة، تساقط، الحمد لله. طيب نسيان، زهايمر. على فكرة التركيز والحاجات، على فكرة الخلطة اللي أنا قلتها دي بتاعت الأعصاب والروماتيزم بفضل الله، بفضل الله نتيجتها جميلة جدا مع الزهايمر، مع الزهايمر والسكر يعني ليها، بص مش على قد الروماتيد والروماتيزم، لا بفضل الله بتعالج، يعني هتحس إنك فعلا اتغيرت. على فكرة بس انت قلت الزنجبيل، والزنجبيل ليه اكتر من افادة يعني مضاد حيوي قوي جدا، وبقيت الحاجات اللي انت قلتها دي جميلة جدا، مضاد حيوي. طب انا دلوقتي يعني ما هروح هيجي رسائل تانية وهتيجي مدخلات، وواحد يقول لي انا بعاني من كذا وعايز لها كذا وبعاني من كذا وعاني لا نفيدهم ان شاء الله، يعني ان شاء الله باذن الله. لا نفيدهم ان شاء الله، ربنا يجعلك دايما. الله يصحى. طيب انا هوجه لحضرتك دلوقتي رسالتين. اتفضل. والله الرسالة الأولى، الكاميرا بتاعتك تفضل توجه للكاميرا. طيب بالنسبه الرساله الاولى، انا انصح اي حد بيستقل بموضوع الاعشاب وتداول الاعشاب انه يفكر، يعني قبل ما يستقل بالموضوع ده يفكر ان الحاجات دي طبيعيه، ربنا خلقها سبحانه وتعالى حاجه طبيعيه، مش عليها اي مواد حافظه ولا مواد كيميائيه، فبذلك يعني ان شاء الله تلاقي مفعولها جميل جدا. الرساله الثانيه، بقول لاي حد في مجال خليك فيه وامشي وربنا هيوفقك ان شاء الله، يعني ان شاء الله ربنا هيوفقك في مجالك وهتنجح، وحاول مره واثنين وثلاثه، ما يعني في عقبه قدامك حاول تخطاها وان شاء الله ربنا هيوفقك وتعدي ان شاء الله. الكلام ده انت قلته بقى اللي هي الرساله الثانيه دي بالذات، يعني قلتها عن واقع انت عشته. اكيد اكيد يعني في عقبات واجهتك. اكيد اكيد عقبات كتير جدا. الحمد لله وبفضل الله حاولت اتخطاها يعني، والحمد لله تخطيتها الحمد لله. والحمد لله. طيب اللي جاي، والله اللي جاي يعني بص يا سعلى، اللي بينجح في حاجه ما بيعودش، بيكمل يعني، بيكمل. طعم النجاح حلو يا سعلى. طبعا الحمد لله. اكيد اكيد طبعا. واللي ما بيحسش بكده اللي جرب يعني. اللي جرب هو اللي بيحس. اصل في ناس من شبابنا يعني كتير قوي يعني عايزين التعب ده ما يبقاش موجود. ما هو ما فيش يعني حاجه بتيجي يعني هو وقتي لا اعمل خلطه دلوقتي نجحت. لا اعمل دلوقتي نجح. ف مش في حاجه بتيجي على جاهز خالص. لا الحاجه لازم فيها تعب وفيها اصرار وفيها تجارب وان شاء الله بيوصل. تمام. عايزين دلوقتي الخلطتين، خلطه الرومتاين تمام، خلطه الشعر. ولو عندك خلطات ثانيه عايزينها. عناية. انت نورتنا والله. الله يصحى حالك يا سعلى. باذن الله ان شاء الله هيبقى في حلقات ثانيه وهنخلي فيها مداخلات للساده المشاهدين ان شاء الله يسالوا عن الخلطات الجميله ان شاء الله، لان زي ما انت قلت بالنسبه للاعشاب الحاجه الوحيده ما فيهاش ضرر. لا طبعا. يعني انا بشرب الصبح مثلا اي جنزبيل، بشرب قرفه، بشرب مفيده جدا. بس يمكن الطريقه اللي الناس بتستخدمها مش يعني هو يعني ممكن يستخدم عشبه مثلا تكون بتضر المعده، مثلا عشبه بتضر الاعصاب. لا هي الحاجات في اعشاب، وبعدين ما يروحش مثلا لاي مكان ويقول انا عايز حاجه للمعده ويروح مديله على طول مثلا عند عطار. لا الحاجات دي لازم يكون عن دراسه وعن علم يعني. تمام. لان اي حاجه بتدخل جوه الجسم لازم يكون برضه محسوبه. يعني حاجه لو حاجه داخله الجسم لو حاجه اخدتها بكتره بتاع طبعا بتضر. لان الحاجه اللي بتدخل الجسم غير اللي بتتحط على الشعر، غير الدهان، غير اللي بتخش جوه لازم يكون حاجه يعني. انا سعيد جدا جدا النهارده، واتمنى ان شاء الله ان احنا نلتقي في حلقات تانية ان شاء الله. اعزائي المشاهدين طبعا سعدنا جدا بالاستاذ حماد النهارده، الرقم بتاعه على الشاشه، اللي حابب يتواصل معاه على المنتجات بتاعته يطلبه في التليفون. نختم زي ما اتعلمنا، اذا فقدت مكان البذور الذي فقدتها زرعتها يوما يخبرك بمكانها المطر، لذا ازرع الخير في اي مكان وتحت اي سماء وفوق اي ارض فلا تعلم اين ستجده ومتى ستجده. دمتم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.